أتمنى أن أعود إلى أطفالي الذين ينتظرونني. لا أدري إن كانوا أطفالي بخير أم لا. أخشى أن تأكلهم السلاح. من هناك؟ لا أحد يا ألف، إنها أنا قنديل البحر. بلى يا ألف، إنها أنا قنديل البحر. يا إلهي، لا تخافي يا ألف، أنا من يجب عليه أن يخاف. ألم تقولي قبل قليل أنك لا تخافين أي شيء؟ أنا تكلمت معك وأريد منك أن تحققي لي أمي. على أن أحقق أمنيتك في أن ترقصي مع قناديل البحر دون أن تتأثري بلسعتها. وكيف ذلك؟ حرريني يا ألف، حرريني وأعيديني إلى البحر، وأنا سأخذك معي إلى كرنفال القناديل لترقصي معهم وتلتقطي أجمل الصور. لا تخافي، أنت أخبريها الحقيقة ودعي البقية علي. Yeah.